نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نكمل المحاضرة رقم 7 في تصميم مبنى كامل طبقا للكود الأمريكي باستخدام برنامج سيف 12. كنا آخر حاجة وصلنا لها إن إحنا وصفنا القطاعات ورسمنا البرنامج، بس كنا نسينا نرسم الكانتليفرز. بس طبعا الكانتليفرز عندي كانت 15 سنتي سمك بالشكل ده. طبعا إحنا بالنسبة لنا مش هيفيدنا في حاجة لما نيجي نعمل في الديزاين إن إحنا ندخل الكانتليفر بالشكل ده للبرنامج. ليه بقى؟ لأن بالنسبة لي كديزاين أنا يهمني في الكانتليفر هو البروز بتاعه عشان أحسب عليه العزوم الصحيحة. فأنا أرسمه عادي بشكل مستطيل ببروز 1.5، يعني مش لازم أرسمه بالشكل ده. ولو حبيت لازم يعني ترسمه بالشكل ده، يبقى في الحالة دي بقى لازم ترسمه للأوتوكاد وتحوله للبرنامج يعني. طيب إحنا دلوقتي هندخل على البرنامج وهنعرف بلاطة. نقول ادي بلاطة اهي 15 سنتي، وهرسم طبعا هعمل اكستروجن عشان بس اشوف السنتر لاين بتاع الكاميرات. ادي اهو السنتر لاين الكاميرا، ده كان البروز هنا 1 متر. 2 3 انتر، وبعدين ادي واحد هنا مرة واحد هنا البروز 1.5 متر، وبعدين ماشي مع عقارب الساعة برضو 1 1 2 3 4. لا هنا كان سوري، كان البروز همسحه تاني، كان البروز متر بس. اهو 1 2 3 4 متر. ارجع تاني اشيك بس، كان متر ونص صح كده. وتحت في كانتليفر ببروز 1.5 متر ماشي. طبعا تقريبا واخد الجزء ده كله. هاجي ارسمه تاني برضو مع عقارب الساعة 1 2 3 4، واضغط انتر بعد ما اعمل ال4 نقط. هنا دخلت الايه الكاوي اللي عندي. طيب خلاص بقى ارغي بقى معلش الاكستروجن تاني، مش عايز بقى الاكستروجن في حاجه دلوقتي. طيب عايز بقى اعرف ايه اللي انا هعمله بعد كده. اللي انا هعمله بعد كده ان شاء الله ان انا هبدا ادخل الاحمال. طيب عشان ندخل الاحمال لازم بس نفهم ايه هي الاحمال لكل عنصر. اول حاجه بالنسبه للبلاطه، البلاطه بتشيل ايه؟ يعني اي بلاطه تسقف في الدنيا بتشيل ايه؟ بتشيل وزنها الذاتي، وبتشيل حمل الفلور كفرنج اللي هو التشطيب، البلاط اللي فوق منها بالرمل اللي تحته بالمونة بكل الكلام ده، زائد طبعا الياسة بتاعة السقف اللي هي البياض المحارة اللي تحت السقف. غير الفلور كفرنج، غير وزنها الذاتي، بتشيل ايه؟ بتشيل اللايف لود اللي هو الحمل الحي. طيب الوزن الذاتي البرنامج بيحسبه ازاي؟ هيحسبه انا دخلت له قطاعات ودخلت له في البدايه ديفاين ماتيريال، اديت له كثافه الخرسانه، يقدر يحسب لي الاون ويت لوحده. طب ازاي انا افهمه ان هو انت تحسب الاون ويت لوحدك؟ ما انا في البدايه لما شرحنا لو تفتكروا قلت ديفاين لود باترن وحطيت السيلف ويت مالتي بلاير بواحد، معناها ان انا قلت للبرنامج انت يا عم الحاج لوحدك كده ابدا احسب الاوزان او الاون ويت بتاع الخرسانه. اي حاجه خرسانه هو يحسب وزنها لوحده. طيب بالنسبه للفلور كفرنج، الفلور كفرنج ده ممكن تحط له قيمه افتراضيه. طبعا الكود المصري بيفترض ان الفلور كفرنج 1.5 كيلومتر على المتر المربع، يعني اللي هو 15 من 100 طن على المتر المربع في المبنى السكن في المباني السكنيه عدا الحمامات، عشان الحمامات بيبقى فيها سقوط، والسقوط طبعا بيبقى فيه تشطيب بيبقى سمكته عاليه شويه. فقال لك لا، الحمامات تبقى 2 كيلومتر على المتر المربع، يعني اي حته 1.5، اما الحمامات ب2. ده بالنسبه للفلور كفرنج في الكود المصري. الكود الامريكي بقى ساب العمليه دي عايمه شويه، لذلك بنيجي في الكود الامريكي اما بنفرضها بقيم برضو متقاربه او قيم منطقيه، او بنحسبها ازاي. انا عندي دي بلاطه السقف المتهشره دي، تحتها هنا في الياسه، طبعا الياسه مبقاش ماشي، ادي الياسه تحتها او بياض المحاره، فوق بلاطه السقف ادي الرمل اللي يبقى فوق السقف، فوق الرمل في هنا المورتر اللي هي المونه اللي بتتحط تحت البلاط، وبعدين البلاط. طبعا ده يختلف عن سقف السطح، السطح هيبقى له طبقات مختلفه شويه. طب انا عايز احسب الفلور كفرنج ده، لو انا مثلا عايز احسبه واشوف القيمه التقريبيه اللي انا حطيتها، مثلا لو حطيتها مثلا زي الكود المصري مثلا 1.5 كيلومتر على متر مربع، هل القيمه دي تبقى صحيحه ولا مش صحيحه؟ طب ما تيجي نحسبها كده بالبلدي. طيب في هنا الكالكوليتور الجميل ده، ادخل كده ادي البرنامج اهو، ممكن احسبه بالكالكوليتور ده. هقول اول حاجه
انا عايز احسب وزن البياض المحاره اللي تحت. طبعا الخرسانه المتحشره دي انا مش هحسبها لان البرنامج حسبها. هقول له بياض المحاره سماكته مثلا بيبقى من سنتي ونص لاتنين سنتي، انا افترض ان هو وزنه 2 سنتي، يعني 2 من 100 متر. في متر في متر احنا هنعتبر بقى ان احنا بنجيب الحمل للمتر المربع، يعني في متر في متر. في كثافته، كثافته كام؟ 2.2 اللي هي تقريبا كثافه الخرسانه العاديه تقريبا، يعني ممكن تاخدها من 2 لـ2.2. تمام. طيب يساوي زائد، افتح قوس طبعا. هنقول بقى الرمل، الرمل كثافته كام؟ من 1 و4 لـ1 و7، ممكن تاخدها 1 و6، ده رقم منطقي جدا. 1 و6 في 1 و6 ايه؟ طن على المتر المكعب. في متر في متر، في سمكته، سمكة الرمل ممكن توصل لكام فوق السقف؟ 10 سنتي، يعني 1 من 10 زائد، يعني بضرب سماكة في كثافة في متر في متر، لأن أنا بجيب حجم في كثافة عشان أجيب وزن. الحجم إيه؟ متر في متر في الارتفاع اللي هو 10 سنتي اللي هو 1 من 10 في الكثافة، زائد افتح قوس هاخد الجزء بتاع المورتر اللي هي المونة. المونة ممكن تبقى من 3 لـ5 سنتي تحت البلاط، أنا هفترض إنها 5 سنتي، يبقى 5 من 100 في سماكة المونة دي. دي انا كده حطيت سماكتها، كثافتها زي كثافة برضو الايه الياس، يعني 2.2. طيب طن على المتر المكعب، زائد افتح قوس، يتبقى لي مين؟ البلاط. البلاط سماكته كام؟ لو افترضنا انه مثلا بلاط سيراميك مثلا سماكته 2 سنتي، تمام، مضروب فيه. طبعا كثافة السيراميك بتبقى ايه، لو اعتبرناها مثلا كثافتها هتبقى مثلا 2.6 او 2.7 على حسب نوع السيراميك. طبعا ده كثافته تقدر تعرفها من الشركة المصنعة اللي هي كثافة السيراميك. ممكن ناخد 2.6 طن على المتر الايه المكعب، اداني كام؟ 0.366، 0.366 طبعا اللي هو ايه، يعني بما يعادل 3.6 و 3.66 كيلومتر على المتر المربع. طبعا ده لا ايه، انا حسبته بالطريقه البلدي، حسبته بالطريقه البلدي. طبعا انا هتحسوا فيه شويه مبالغه، يعني ممكن الرقم ده يعني ايه يكون شويه مبالغ فيه، لكن انا حسبته بالبلدي، يعني اساس ان انا يعني انا مش لازم الفلور كفرنج يجي لي رقم كده واحطه، يعني انا ممكن احسبه لوحدي. طيب خلاص، يعني انا هفرض الفلور كفرنج هنا بكام؟ يا عم خلينا نفرضه ب3 من 10، خلينا نفرضه ب3 ايه من 10. طيب ادخل للبرنامج وروح جاي قايل لي ايه، السقف كله بقى عليه فلور كفر، صح؟ انا دلوقتي عايز احدد سمك البلاطه، احدد سوري حمل البلاطه. الاون ويت قلنا البرنامج هيحسبه، نبدا بقى نقول له الفلور كفر. كنترول ايه، قول اساين لود داتا سيرفس لود، ونقول له ديد لود. ايوه الفلور كفرنج عباره عن ديد لود. طب اد ولا ريبليس؟ انا لسه اول مره احط حمل، يعني اد او ريبليس مش هتفرق، خليك دايما على الاد عشان ما تنساش. ادي الجد، انا قلت ان انا هحط 3 من 10 ايه فلور كفرنج. طيب طلع على المتر الايه المربع، اوكي. طيب المفروض بقى ان انا اجي على الحمامات وازود الفلور كفرنج بتاعها شويه، بس انا اصلا حاطط الفلور كفرنج بزياده، يعني ممكن ان انا ايه اكتفي بكده يعني. تمام، بالنسبه للفلور كفرنج حطيناه. طيب ايه تاني؟ اللايف لود، اقول كنترول ايه الساين لود داتا سيرفس لود، واجي هنا اختار لايف واد، برضو خليني دايما على اد، برضو انا عملت هنا ريبليس مش هتفرق ان ده اول حمل بحطه. طب بالنسبه لللايف لود، اللايف لود الكود المصري والامريكي اتفقوا عليه في المباني السكنيه. اللايف لود بيكون ب2 كيلو نيوتن على المتر المربع، في كل العناصر المبنى الا حاجتين، السلالم والبلكونات. لخطوره العنصرين فبيعتبر ان اللايف لود فيهم بيساوي 3 كيلو نيوتن على المتر المربع. يعني انا هحط للسقف كله 2 من 10 طن، هو 2 كيلو نيوتن على متر مربع، يعني 2 من 10 طن على متر مربع، احط كله 2 من 10. طيب انا عندي هنا سلالم وكوابيل، طب السلالم فاضيه انا لسه هصممها بره، مين اللي عندي هنا دلوقتي كوابيل؟ ادي الكوابيل اهي، علمت عليها، جاي له اساين سبورت داتا لود داتا سيرفس لود، واجي عند اللايف وازوده كمان 1 من 10 عشان يبقى المجموع بتاعه كام؟ 3 من 10. هو الكوابيل بقى 3 من 10 والسقف 2 من 10 زي ما هو كاتب كده، والكوابيل 3 من 10 كده. انا حطيت الايه اللايف لود، هقول له سيف. طيب فاضل ايه تاني؟ هل كده انا خلصت؟ لا لسه فيه،
لسه في ايه يا باشمهندس؟ ما انت قلت الاون ويت البرنامج بيحسبه، وقلت الفلور كفرنج احنا هنحطه وحطيناه، وقلت لايف لود احنا هنحطه وحطيناه. طب كان الكود، طب امال ايه اللي فاضل تاني؟ هقول لك بقى ايه اللي فاضل تاني. هناخد على علامه شو اند فورمال شيب عشان بس عينينا ما توجعناش من الالوان دي. مش المفروض يا جماعه ان دي بلاطه هردي وان المفروض عليها بلوكات؟ طيب البلوكات دي، البلوكات اللي قدامي دي، البرنامج لما انا جيت ادخل له البلاطات الهوردي دي دخلتها له عباره عن بلاطه خرسانه صغيره اللي تبقى فوق وتحتها اعصاب. ما دخلتش انا، ما سالنيش على بلوكات ولا انا عملت، يعني ما جابليش سيره البلوكات خالص لان هو بيعتبرها مفرغه. يبقى انا دلوقتي البلوكات اللي انا هحطها دي عليها وزن، وزنها ده السقف هيشيله، فانا لازم احط وزن البلوكات دي يا اما هتكون حمل مش معمول حسابه. طيب احسب ازاي وزن البلوكات؟ طبعا انا هفترض ان البلوكات مرصوصه على البلاطه بالكامل، يعني ههمل اماكن الاعصاب، ههمل اماكن الاعصاب. هدخل كده على الاوتوكاد مثلا، او يعني انا عندي هنا في اماكن اعصاب اهي، ههمل اماكن الاعصاب خلاص عشان احسب حمل في شويه ايه مرسي. ولو عاوز تاخد مسافات الاعصاب ما عندكش مشكله، يعني ممكن تيجي هنا كده تقول ايه، تمشي تقول اديني متر في متر، ادي متر اهو تمام، وادي المتر هنا برضو كده من نفس النقطه، احدد هنا ايه متر، هضغط البرنامج اقول اديني متر بس، متر في متر ادي المتر في متر. المتر في متر فيه كام بلوكه؟ 2 4 6 8، هنا 8 بلوكات في المتر المربع، 8 بلوكات في المتر المربع. طيب يبقى انا في البلاطه اللي عندي هنا دي متر في متر، في واحد تاني زي ما انا قلت يقول لك انا هفترض ان البلاطه كلها مبدوره، مبدوره كده بلوكات يعني مليانه بلوكات، ده صح وده صح، بس طبعا اللي بيفترض ان كلها مليانه بلوكات بينزل حمل زياده، بينزل حمل زياده على ايه، على السقف. فايا كانت الطريقه طبعا اللي هيقول انها مبدوره بلوكات فهيضطر انه يعمل ايه، هيجيب ده كده وهيجيب ده كده. طبعا ايه في الاعصاب لونها احمر فعملت مشكله شويه في الشكل يعني، فاحنا مش شايفينها، مش شايفين الدنيا شويه تمام. انا همسح بس دول كده عشان ايه اللخبطه. طيب هيلاقي ان المكان ده ممكن ياخد بلوكه كده وكده تمام، والمكان ده ممكن ياخد بلوكه كده وبلوكه كده، وهنا نص بلوك تمام. فهتعد هنا البلوكات هتلاقي 2 4 6 8 10 12 ونص، يعني كأن المتر المربع فيه 12 بلوكه ونص. كان الاول كان قلنا كام، كان 8 بلوكات، يعني فرقت كام، كأنك ضربته في واحد ونص. طبعا كلها وجهات نظر، في النهايه طالما ان انت ما حطيتش اقل من المطلوب ما تحط زياده مش مشكله، يبقى انت دايما في السيف سايد، لكن اقل من المطلوب لا. طيب انا هفترض ان انا هشتغل على الايه، على الوضع الحقيقي اللي قدامي، ان انا عندي كام، 2 4 6 8 8 بلوكات في المتر المربع، ده فين، في البلاطه اللي هو في السلاب اللي هي الهوردي في اتجاهين متر في متر. طيب تعالى يا متر في متر، هحسبها ازاي بقى؟ هروح جاي واخد، طبعا انا عندي البلوكه الواحده بيبقى لها وزن، معروف ان البلوكه لها وزن طبعا حسب المصنع، المصنع بيقول لك وزن البلوكه ال 15 كذا، البلوكه ال 20 كذا، ولا 25 وهكذا. في السوق متعارف ان البلوكه ال 15 وزنها 150 نيوتن، يعني 15 من 1000 طن. البلوكه ال 20 وزنها 200 نيوتن، يعني 2 من 100 طن. البلوكه ال 25 وزنها 250 نيوتن، يعني وزنها 25 من 1000 طن. طب انا دلوقتي لو عايز احسب الوزن على متر مربع بعمل ايه؟ بروح جاي بجيب عدد البلوكات دي كلها، كام بلوكه؟ 8 بلوكات، واضربها في وزن البلوكه الواحده. احنا قلنا البلوكات دي كام؟ طبعا البلاطه دي، البلاطه اللي هنا دي كانت ايه؟ كانت البلاطه التو واي، تو واي هورد دي كان سمكها 26 سم اهي، كان سمكها 26، 26 سم. طيب كنا قلنا 26 سم دول 6 سم فوق وتحتهم 20 سم بلوك، يعني وزن البلوكه الواحده، يعني البلوكه الواحده 20 سم اللي هي وزنها كام؟ 2 من 100 طن. هقوم انا جاي داخل على الكالكوليتر واقوم جاي قايل له 8 بلوكات في 2 من 100 يديني كام؟ 16 من 100. ده ايه؟ اجمالي وزن البلوكات في المتر المسطح، ده حمل مركز، ما هو البلوك وزنه كذا. يعني ايه وزنه؟ الوزن ده عباره عن حمل مركز مش حمل موازي. طب انا عايز اوزع الحمل ده هقسمه على ايه؟ على مساحه تاثيره اللي هي متر في متر، يعني هقسمه على واحد في واحد هيديني نفس الرقم.
يبقى انا دلوقتي هاجي على المتر المسطح وهديله 16 من متر. تاني هاجي على المتر في متر واشوف فيه كام بلوك واضربه في وزن البلوكه الواحده واقسمه على المساحه. عندي 8 بلوكات، في البلوكه الواحده 2 من 100 طن، هقسمه على المساحه متر في متر يديني برضه 16 من متر. هاجي على البلاطه السقف واعلم على البلاطه الوفر واقول له اساين لود داتا سيرفس لود، تعالى اديني في الديد، هو اللي وزن البلوكات ده عباره عن ديد لود مش لايف لود، وكام؟ قال لي الكالكوليتر قالت لي 16%، وحط لي 16% اد. اوكي حلو قوي، ده 3 من 10 كان في الور كفرنج تمام، ده اللي احنا حطيناه وضفنا عليه تاني كام؟ 16% يبقى 46 في المنطقه دي. طب تعالى على البلاطه دي، نروح هنا بقى، هنا بقى هختار، معلش بقى امسح ده عشان ايه، ده ملوش دعوه خالص بالدنيا. نروح هنا بقى، هات لي بقى هنا متر في متر، خلاص ادي متر وادي متر. المتر في متر دول فيهم كام بلوكة؟ 5 و5 10 بلوكات، 5 و5 10 بلوكات، 10 بلوكات في المتر. اه طيب، يعني هقوم جاي قايل له انا عندي بقى البلوكات كانت هنا كام؟ البلاطه دي هوردي وان واي، كان سماكتها كام لما حسبناها؟ كانت 33 سنتي. طيب لما 33 سنتي كنا قلنا فوق 8 سنتي بلاطه وتحتها العصب، 8 سنتي بلاطه وتحتها منطقه العصب اللي تحت البلاطه كام؟ 25 سنتي، يعني هحط فيها بلوك بارتفاع 25 سنتي تمام. طيب حطيت بلوك 25 سنتي وزنه كام؟ قلنا 25 من 1000 طن، يعني اقول 25 من 1000 طن. طيب في كام بلوكة؟ قلنا عددهم في المتر، ادي كده 5 و5 يبقى 10، في 10 بلوكات. هقسم الرقم ده على متر في متر عشان اوزعه، هيديني نفس الرقم برضه 25%. يبقى البلاطة دي هنشطها اقول له اساين لود داتا سيرفس لود، وحط لي كده 25% اد. اوكي كانت 3 من 10 زودنا عليها 25% بقت 55%، وهعمل له سيف، هسيف اللي انا عملته. طيب فهمنا ايه اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي؟ اللي كنا بنعمله دلوقتي اللي هو الاحمال اللي جت من البلوك، اعمل شو اند ثيرمال شيب عشان اضيع الالوان دي، بحط الاحمال بتاعت البلوك عشان البرنامج ما حطهاش في اعتباره اساسا. طيب ممتاز، انت دلوقتي يا باشمهندس حطيت لنا على البلاطه الديد لود واللايف لود والفلور كفرنج، طب حلو قوي، وجيت على البلوكات حطيت لنا وزن البلوكات. طب كده البلاطه مهمتها انتهت؟ ايوه كده البلاطات خلاص مهمتها انتهت. طيب نيجي على الكاميرات، الكاميرا شايله ايه؟ الكاميرا دي شايله 3 حاجات، شايله وزنها الذاتي، البرنامج هيحسبه ليه؟ طب ما انا اديت له برضه ابعاد للكاميرا، واديت له ديفاين ماتيريال اللي انا عرفت له الخرسانه بتاعتي كثافتها ايه وصفاتها ونعتها والكلام ده كله، فبالتالي هيقدر ان هو يحسب وزن الخرسانه مجرد ما اديله القطاعات بتاعتها، وبرضه بناء على ان انا اديت له اللود باترن قلت له ان اديت لود السيلف ويت مالتي بلاير بواحد، فبالتالي ان انت هتقدر تحسب ان انت هتقوم يا شاطر بحساب الديد لود لوحده. طيب يبقى كده السيلف ويت بتاع البيمز البرنامج هيحسبه. ايه تاني شايله للبيمز غير وزنها الذاتي؟ شايله الحمل الحيطه اللي فوقها، شايله حمل الحيطه اللي فوق، ما هو الحيطه دي حاجه من الاتنين، يا اما تكون الحيطه دي فوق من كاميرا، يعني عندي كاميرا وبنيت الحيطه فوق الكاميرا بالظبط، فبالتالي حمل الحيطه بتكون الكاميرا شايلاه لوحدها، وممكن تكون الحيطه عندي في نص البلاطه، في الحاله دي لازم اوزع حمل الحائط على البلاطه، لود اوف بارتيشن. لود اوف بارتيشن ده بعمل ايه؟ بحسب وزن الحيطه بس بوزعه على مساحه البلاطه، يطلع بقى 2 من 10 طن 15 من 100 طن، يطلع على حسب ما انت حسبته وتوزعه على البلاطه كحمل اضافي. امتى بعمل الموضوع ده؟ لو كان عندي المباني في نص البلاطات ومفيش كاميرات، يعني مثلا اوقات بيجي المالك بيقول لي بص يا باشمهندس وانت بتصمم اعمل حسابك ان انا ههد الحوائط دي وهغير نظام الشقه ده 100 مره، يعني مش هثبت الحوائط على وضع معين، في الحاله دي الراجل ده ما ينفعش ان انا اجي احط له كاميرات في مكان معين وهحمل الكاميرات بحمل الحوائط، لا لا لا، انا لازم احط له بلاطه واحط على البلاطه ديت لود اوف بارتيشن حمل موزع للحيطه، علشان لما يجي يحط الحيطه بتاعته يلاقي ان البلاطه هتقدر على تحمل حمل الحيطه. وطبعا النظامين المميزين قوي في الموضوع اللي انا بحكي فيه ده هيكون الهوردي سواء وان واي او تو واي والفلات سلاب، يعني طبعا صعب قوي ان انا اجيب سوليد سلاب واحمل عليها حوائط، يعني صعب قوي يعني. طيب يبقى انا حامل الحوائط يا اما اوزعه على البلاطات لود اوف بارتيشن او احطه على الكاميرات بالمتر الطولي، ده لو انا متاكد ان الحيطه فوق الكاميرا ومش هيتغير مكانها، زي ما عندنا في المبنى، المبنى لما كان جالي المعماري
كان جالي المعماري بنفس الشكل ده، وانا جيت بس قفلت الابواب والكلام من ده، فخليت اماكن الحوائط بالظبط هي اماكن الكاميرات، فبالتالي انا عارف ان الحيطه لها مكان ثابت والمعماري مش هيتغير في المستقبل، فبالتالي انا هحط الاحمال حمل الحيطه موزع على الكاميرا، حمل الحيطه موزع على الكاميرا. طيب دلوقتي انا فهمت قصه الايه الحيطه. طب يبقى انا دلوقتي هاجي احسب حمل الحيطه الموزع على الكاميرات وادخله للبرنامج، لان البرنامج مش هيحسبه. طيب ايه تاني؟ يبقى البلاطه شالت يبقى الكاميرا شالت وزنها الذاتي وحمل الحيطه. فاضل ايه تاني؟ فاضل البلاطه، كل اللي جاي من البلاطه اللي شالته البلاطه من وزنها الذاتي وفلور كفرنج واللايف لود، كل ده هيتنقل بدوره لمين؟ للكاميرات. طب انا هنقله له ازاي؟ انا ماليش دعوه، البرنامج هو اللي هيعمل الكلام ده لوحده، هو اللي هيعمل الكلام ده لوحده خالص. يبقى انا مش هعمل اي حاجه في الكاميرا خالص، بس غير ان انا هحط عليها حمل الحيطه على المتر الطولي ان وجد. يعني هروح جاي معلم كده على السقف كله. انا طبعا عندي كل الكاميرات اللي قدامي دي عليها حوايط، اقول له كنترول ايه، اقول له اساين لود داتا، مش سيرفس لود بقى، ديستريبيوتد لودز اون لاينز، احمال موزعه على الخطوط او على الكاميرات. طيب حمل الحيطه ديد ولا لايف ديد؟ اد. طب هحسب حمل الحيطه ازاي؟ طبعا ايه نوع الحيطه، نوع الحمل فورس قوه مش مومنت، وجرافيتي يعني في اتجاه الجاذبيه الارضيه. طيب عايز اعرف هنا هحط قيمه اليونيفورم لود، هنا احط قيمه الحمل. تمام. طيب انا عايز دلوقتي في اليونيفورم لود هنا احط قيمه الحمل. طيب الحمل احسبه ازاي؟ حمل الحيطه بكل بساطه خالص، انا عندي الحيطه، الحيطه لها ارتفاع، بجيب ارتفاع الحيطه ازاي؟ ارتفاع الدور ناقص سقوط الكاميرا. عشان كده انا قلت لكم فايده ان انا اوحد سقوط الكاميرا في السقف، او اقرب ما يكون انه يكون موحد بيريحني عشان احط احمال موحده على السقف كله. انا كنت موحد الكاميرات كلها 60 سم سقوط، وكنا فرضين ان ارتفاع الدور 3 متر، يبقى هقول 3 متر اطرح منها 60 سم سقوط بتوع الكاميرا اداني 42، ده ارتفاع الدور اللي هو سوري ارتفاع الحيطه. طيب ارتفاع الحيطه، طيب فاضل طولها، طولها 1 متر، يبقى اضربها في 1 في السكنس بتاعها اللي هو كام؟ احنا قلنا الحوايط 20 سم، يبقى طول في عرض في ارتفاع اللي هو سمكة الحيطة في 1 متر اللي هو المتر الطولي في ارتفاعها اللي هو ارتفاع الدور ناقص سمك الايه الكاميرا في كثافة المباني. طب كثافة المباني دي كام؟ البلوك المفرغ، البلوك المجوف اللي بيستخدم في دول الخليج بيبقى كثافته 1.4 طن على المتر المكعب. طيب جاب لي كام؟ 6 من 10، 67%، 67% ايه؟ سوري طن على المتر الطولي. يبقى هقوم جاي مخليها 7 من 10، اقربها واقول له 0.7 اد، واديها لي ايه حمل طولي. لو عملت 3 دي هبص الاقي جابها لي ايه موزعه على الايه؟ على الكاميرات اكس واي. طيب هل بس كده يا باشمهندس؟ يعني المباني دي بس تبقى لوحدها كده؟ طب المباني دي مش بيتعمل عليها الياسه، مش بيتعمل عليها محاره، يعني مش في طبقه اسمنت بتغطي المباني، مش لازم ادخل الطبقه دي في اعتباري؟ بس يا باشمهندس دي بسيطه. لا مش بسيطه، يعني لها وزن برضه. طب اجيبها ازاي؟ انا عندي الياسه دي بتبقى 2 سم ونص، متوسطها بيكون 2 سم ونص في الوجه الواحد، يعني الجدار بيبقى عليه 5 سم. تمام، هقول ادي كده السمك 5 سم في متر في متر، الكلام ده منطقي؟ لا لا لا، انا بحط الحمل على المتر الطول، يبقى هقول متر طول في ارتفاع الحيطه برضه اللي هو 2.40 متر في كثافه الايه المونه اللي هي 2.2 طن على المتر المكعب تقريبا، ادتني كام؟ 2 من 10 او 3 من 10، اروح انا جاي اقول له ايه 26%، 26% عشان ما حدش يزعل، اقول كنترول ايه وجاي الاساين لود داتا ديستريبيوتد لودز اند لاينز، واقوم جاي اقول له ايه 26%، واد برضه. اوكي تمام، لو جيت عملت 3 دي هبص الاقي القيمه بقت كام؟ 96. انا كنت نزلت قبل كده رقم وحطيت رقم جمعهم على بعض. طيب اكس واي. طب انا دلوقتي يا باشمهندس مفيش طريقه بدل ما اقعد احسب بالياسه واحسب بلوك، ممكن تروح جاي مكبر يعني طريقه بلدي كده، يعني ان انت ما تحطش كثافه البلوك ب 1.4، حطها ب 1.8 في متر طولي اللي هو في 1 متر في 2 من 10 سمك المباني في 42 اللي ارتفاع الدور، ادتني كام؟ 86%. تمام، طبعا لما انا حسبت الياسه وحسبت المباني طلعت لي 96%، يعني طلعت لي اكتر، لكن انت ممكن الطريقه البلد اللي انا حسبتها بيها دي برضو بتطلع رقم يعني شبه منطقي شويه.
او سيبه قريب يعني، لكن الصح ان انت تحسبها زي ما انا حسبتها يعني. طيب يبقى انا كده نزلت حمل المباني بالياسة بتاعتها. طيب ايه تاني على الكاميرات؟ مفيش حاجة تانية على الكاميرات. طب الأعمدة يا باشمهندس، الأعمدة مع كل اللي بقى يا حبيبي اللي جه من البلاطات ومن الكاميرات ومن الدنيا دي كلها هيروح للعمود لوحده من غير ما أنا أعمل أي حاجة. تعالى بقى اسألني سؤال يا باشمهندس، هو احنا كده خلصنا يعني؟ كده حطينا كل الأحمال، مفيش حاجة تانية؟ مفيش أحمال فاضلة؟ لأ، في أحمال. المنطقة دي منطقة سلم، السلم ده أنا هاخده صمامه بره. السلم ده بيكون له ردود أفعال بتتعكس على الكاميرات وعلى الأعمدة في المنطقة دي. طبعا الكلام ده كنا شرحناه قبل كده في محاضرة تصميم سلم خرساني في 5 دقائق، كنا قلنا فكرة إن إزاي بحمل السلم ده وإيه ردود الأفعال اللي بتتنقل على الكاميرات والإيه والأعمدة. وإن شاء الله إحنا هنصمم السلم اللي هنا في المشروع ده علشان خاطر ناخد ردود أفعال ونطلعها مننا، نكون صممنا السلم ونستفيد إن نتعلم إزاي نصمم السلم، وفي نفس الوقت إن إحنا نعرف ناخد ردود أفعاله نعكسها على الإيه، على السقف. يبقى انا كده اخر حاجه هقف عندها النهارده ان شاء الله في المحاضره دي، ان انا دخلت الاحمال كلها فيما عدا احمال السلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.